بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف أقوم بشرح طريقة عمل شعار أو لوجو للقناة، وذلك عن طريق الفوتوشوب. إذا بسم الله، أولا سوف نقوم بالدخول إلى هنا ونقوم بعمل نوفو. سوف أقوم باختيار الخيار 1080 ثم 1080. قم باختيار هذا الخيار من أجل 1080. هنا سوف نقوم باختيار 72 ثم الضغط OK. الآن سوف نقوم بعمل تكست، فنقوم بتكبير هنا TR دونك TR. سوف نقوم بالذهاب واختيار الخط، نوع الخط. سوف اقوم باختيار هذا النوع. اذا كما ترون هذا اثنو. سوف اقوم بوضع رابط من اجل تحميل هذا الستايل لهذا الخط تحت الفيديو. من هنا إلى هنا سوف نقوم باختيار تغيير اللون، ثم سوف نقوم بالضغط على كنترول تي من أجل تكبير. نعم، والآن سوف نقوم بقطع او بعمل كونفيرت لهذا. سوف نقوم بتغيير الالوان شيئا ما. هذا اللون سوف نقوم بعمل لون اخضر. نعم، ثم اورانج. سوف ندعم هكذا. إذا الآن سوف أقوم بعمل convert لهذا التكست من أجل أن يصبح لنا أن object. donc convert to smart object كما ترون. والآن سوف أقوم بتقطيع من هنا. أعمل control C أو عفوا control X. أعمل نسخة أخرى كما ترون. أعمل كنترول زد. ثم كنترول زد. سوف أقوم بعمل نسخة جديدة. لا، عفوا، كنترول زد كنترول زد. الآن سوف أقوم بعمل نسخة من هذه النسخة. دونك كنترول جي، ثم سوف أخفي هذه ثم أعمل على هذه. سوف أعمل على هذه النسخة. سوف أقوم بالتقطيع. سوف نقوم بعمل بالضغط بزر الفار الأيمن ثم اختيار هذا الاختيار. ثم الآن سوف يقوم بتقطيع كنترول إكس كنترول V. ثم سوف نقوم ب كنترول T ثم تكبير. ثم سوف نقوم باختيار هنا والضغط على هذه من اجل عمل سيلكت. ثم
العودة إلى هنا من أجل تقطيع ذلك الجزء، ثم كنترول إكس، لأن كما ترون فقد قمنا بتقطيع هذا الطرف الذي يوجد بالآر، ثم سوف نبعدها قليلا. والآن سوف نقوم بعمل border، سوف نقوم بعمل select، نقوم بالضغط على control ثم الضغط هنا فهو يقوم بعمل select للحرف T، ثم الذهاب إلى selection ثم modification ثم expand. سوف نختار 5. الآن سوف أقوم بعمل شد، دونك الضغط بالزر الفار الأيمن ثم الذهاب إلى هذه الخصائص. سوف نقوم بتفعيل هذه الخاصية، نقوم باختيار مثلا هنا 5 وهنا 3، ثم اختيار هذا الخيار الآخر ثم الضغط OK. الآن سوف نقوم بعمل نفس العمل بالنسبة للآر، دونك هناك طريقة سوف أقوم بها من أجل لكي لا أقوم بإعادة، دونك سوف أقوم بالضغط على زر الفار الأيمن ثم الذهاب إلى كوبي لاير ستايل، ثم سوف نقوم بعمل نفس العمل ثم باست لاير ستايل، كما ترون فقط قام ببسطها. الآن سوف أقوم بعمل select للR ثم T ثم ضغط بزر الفارة ثم convert to smart object. إذن كما ترون الآن سوف يمكنني التحكم فيها كما أريد. نعم، الضغط على control T ثم تكبير. نعم بهذا الشكل. الآن سوف نقوم بعمل دائرة من هنا، نقوم بالضغط على Shift لكي لا تذهب، كي يحتفظ بالدائرة بشكل جيد، نقوم بوضعها في هذا المكان، ثم نغير المكان الذي التي به هي به، ثم Ctrl T نقوم بالتصغير. إذن جيد، الآن سوف نقوم بتغيير الخلفية، خلفية هذا اللون، نقوم بالضغط مرتين هنا ثم نختار مثلا هذا اللون. نعم، الآن سوف أقوم بالذهاب إلى فلتر ثم اختيار فلتر جاليري، سوف نقوم باختيار مثلا احد الفلاتر الموجودة هنا، مثلا سوف اقوم بتجريب هذا كما ترون، هذا هو الشكل. كنترول زد اجل الغاء، ثم سوف اقوم باختيار فلتر اخر مثلا هذا الفلتر، كما ترون فالشكل يختلف من هنا من كل واحدة. كنترول زد من أجل التغيير. سوف أقوم باحتفاظ بنسخة من هذا، كنترول جي ثم العمل على هذا. كما يمكننا اختيار الستايل من هنا، التكستير كما ترون من هنا مثلا هذا أو هذا الستايل. إن لم يعجبكم هذه الستايلات سوف يمكنكم تغيير من هنا، مثلا هنا العديد من الستايلات الجاهزة. إلى آخره. إذن كما ترون سوف أقوم بالاحتفاظ بهذا اللون الأزرق، هذا عجبني. الآن سوف نقوم بتسجيل هذا اللوغو، سيف ثم
سوف نختار مجلد في الديسكتوب لوجو، سوف أختار بينج ثم تسميته ب 01. كما يمكنني تسجيل اللوجو بالطريقة بدون دائرة بينج، سوف أقوم بتسميته 02. الآن سوف نقوم بالذهاب إلى ديسكتوب ثم اختيار مجلد لوجو. إذن هذا هما اللوجو الذي قمنا بإنشائه. إذن شكرا وإلى درس جديد إن شاء الله.